الناس بعينيك أنك ربما لا تبلغها. وكأنه كان يستشعر الرحيل. كانت هذه آخر خطبة ألقاها الداعية الإسلامي المعروف عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بعباد قبل أيام في جامع الغرفة التاريخي بوادي حضرموت عن وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام للاستعداد للموت، وهو ذاته الموت الذي غيبه عن دنيانا يوم الأمس الأول إثر حادث مروري تعرض له أثناء سفره بمدينة صلالة العمانية. ولد بعباد في العام 1937 بمنطقة الغرفة، موطن القباب والمآذن والأربطة والأضرحة وأولياء الله الصالحين، ومنها بدأ ينهل من علوم والده وعلوم من عاصروه حينها من العلماء والدعاة في مدينته، قبل أن تتوسع مداركه مطلقاً العنان لنفسه في السفر والترحال داخل البلاد وخارجها طلباً للدعوة والعلم الشرعي ونشر الوسطية وقيم التسامح ونبذ الغلو والتطرف. إلى متى هذه الغفلة؟ إلى متى هذه القسوة؟ وصحيح أن الداعية الإسلامية الأشهر بحضرموت كان قد كرس جل سنوات حياته 46 في الدعوة والإحسان ونشر تعاليم وقيم الوسطية المعتدلة مخاطبا القلوب قبل الأذان. حب إنسانية. إلا أنه لم يكن في يوم بعيد عن أزمات الناس وقضاياها، فقد كان مناصراً قوياً لمطالب الهبة الشعبية التي قادها حلف قبائل حضرموت عام 2013. يحتاج للحضارم أن يكون لهم صوت موحد، صوت موحد بحكمة، بكياسة، بتعاون، بتكاتف، ليسهم بعد ذلك في التقريب بين وجهات النظر وتأسيس مؤتمر حضرموت الجامع متوليا عضوية رئاسة هيئته العليا حتى لحظة وفاته، وهي وفاة مفاجئة شكلت صدمة كبيرة لدى مختلف مكونات وشرائح المجتمع على اختلاف توجهاتهم ومذاهبهم. كل جيرانكم يا الدواعي والمكونات الحضرمية كلكم نسيج واحد، انتبهوا أن يشدكم شحن سياسي أو شحن طائفي. لتكون اليمن وبمواراة جثمانه الثرى قد فقدت واحدا من خيرة دعاتها ومشائخ علمها، ورجل سلام هي اليوم في أمس الحاجة لأمثاله. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.